السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا خبر سر من وزارة القوى العاملة، الناس اللي معاها الكرنيه الأخضر أو الكرنيه الأصفر الخاص بالعمالة الغير منتظمة اللي قدموا على مزاولة المهنة وطلع لهم الكرنيه دلوقتي بقى ليهم منحة، وهي منحة مقدرة ب 500 جنيه. ناس بتسأل ايه هو الكرنيه الأخضر الخاص بالعمالة الغير منتظمة؟ الكرنيه الأخضر بكل بساطة ده بيستلمه الشخص المسجل من قبل صاحب العمل بالعمالة الغير منتظمة، يعني حد يكون صاحب عمل وعنده ناس يشتغلوا عنده باليومية، يعني عمالة غير دائمة، بيدفع لهم سنويا مبلغ في العمالة الغير منتظمة لأنه بيتأمن عليهم وليهم منح في الأعياد. لكن الشخص لوحده ما يقدرش يطلع الكرنيه ده، ليه؟ لأنه غير مثبت في إحدى المهن. تعالوا نعرف انت ليك كم منحة سنويا. هما 4 منح سنويا موزعة، يتم منح العمالة الغير منتظمة مبلغ 2000 جنيه سنويا موزعة على 4 منح، وهي منحة المولد النبوي وعيد العمال وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. منحة المولد النبوي دي أول منحة في 2021، هيتم صرفها يوم السبت يوم 16 يناير. قدم وانت مش خسران، تبع الوزارة تروح وتقدم، حتى لو انت مش شغال مع مقاول، حتى لو انت مش شغال في شركة، حتى لو انت مش مؤمن عليك تروح وتقدم. لو اتقبلت يبقى خير وانت المستفاد، هتقدم من خلال مكتب العمل في البلد التابع لها، وده منشور من يوم 16 يناير 2021 بيجهزوا ان شاء الله ان يتم صرف المنحة يوم السبت. وده كمان منشور تاني وفي النهاية ما تنسوش تدعموا القناة، تعملوا لنا لايك وشير، ودمتم سالمين.